في أمانة العاصمة نظم دار رعاية الأيتام حفلا إنشاديا وفنيا بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى التفاصيل. أحيت الإدارة العامة لرعاية وتأهيل الأيتام بأمانة العاصمة حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. وفي الحفل ألقيت كلمات أشارت إلى أن ميلاد الرسول الأعظم يعني ميلاد أمة عظيمة حملت رسالة الهداية إلى البشرية جمعاء، حيث كانوا شعوبا وقبائل متفرقة متناحرة يملأها الظلم، وكانوا لا وزن لهم إلا بوجود النبي العظيم. أبو الأيتام وراعي الأيتام محمد بن عبد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن اليمانيون أولى الناس بهذا الاحتفال، فقد قال رسول الله صلى الله وسلم عليه في اليمانيون أكثر من 90 حديثا، واليمانيون هم أنصار الله، أنصار رسول الله الذين ناصروه وأووه وجاهدوا معه في كل الغزوات وفي كل الحروب. واليمنيون هم أول الناس المؤمنين برسول الله والذي آمنوا برسالته. فاليمن واليمنيون هم أحباب رسول الله، وهم أولى الناس بإقامة مثل هذه الذكرى العطرة ومثل هذه الاحتفالات الكريمة. لقد قمنا بهذا الحفل إيمانا بنا بأن الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم هو احتفال بسلوكه، احتفال بخلقه، احتفال فيجب علينا أن نحتفل فيه في كل نفس في حياتنا. لقد قمنا بهذا الحفل وتخلل هذا الحفل العديد من الفقرات، وأمها وأهمها اللوحة التعبيرية التي عبرت عن حالة العرب قبل الإسلام وحالتهم بعد الإسلام. هذه الاحتفالية ليست الأولى، نحن نحتفل بمولد النبوي، المولد النبوي الشريف تقريبا كل عام، لكن كانت هذه الفعالية هي الأولى من حيث الحفل الفني. نحن أقمنا إلى جانبها كثير من الفعاليات، من ضمنها الإذاعات المدرسية لمدة 10 أيام متواصلة، أيضا الندوات الدينية بين المغرب والعشاء، وأصدرنا الصحيفة الدينية بهذه المناسبة. طبعا دور اليتيم ودار الأيتام يحتفلوا بأعظم يتيم في العالم وهو محمد بن عبد الله، ولذلك يحتفي اليتيم اليوم هذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة الحسنة له في ذلك. احتفال هذه الشريحة له ميزته ودلالاته المنفردة، فالمحتفلون بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هم أيتام، ورسول الأمة كان يتيما، ولأنهم كذلك فقد أبدعوا فيما قدموه من فقرات إنشادية وعروض مسرحية نالت الاستحسان. من غيرنا إذن ها هم اليوم الأيتام قد حرصوا على الاحتفال بمولد المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم، ويرسلون رسائل بأنهم موجودون في مواجهة العدوان.